الهيئة الوطنية للوساطة والحوار تنشئ لجنة من الحكماء والخبراء بمهام استشارية، وتقرر الشروع في تنظيم جولات الحوار مع كل الفواعل السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية. المؤسسة العسكرية واش دارت لك؟ هاي حاميتك. دابا تجي من طرف الدنيا لهنايا، راه حاميتك هي، وعليها تروح تسبها وتروح كذا وتروح تخون وكذا، هنا هضروا صراحة يا أختي. احنا هي المؤسسة العسكرية عندها وظائف نتاعها، عندها الحماية تاع البلاد، عندها الحدود نتاعها. احنا يا رانا مع هذه المؤسسة الأخرى، مع الحكومة تاع بدوي، ونشوفوا كيفاش نخدموا بلادنا. لازمنا نروحوا الانتخابات، ما عندناش حل واحد آخر، وباسكو لو كنقعدوا هكايا ندخلوا في حيط. الحوار الذي ندعو إليه لابد أن يكون حوار شامل وغير مشروط. وتثمين واسع لمسعى الحوار من قبل المواطنين مع دعوات لانتخابات رئاسية في أقرب الأجال. الوزير الأول نور الدين بدوي يعين سليم إيلاس مديرا عاما لتظاهرة ألعاب البحر الأبيض المتوسط في طبعتها 19 بوهران. انخفاض في أسعار الماشية بفضل تنظيم أسواقها ووفرة رؤوس الأغنام، وفي النشرة متابعة لعمل البياطرة والعينة من العاصمة. مشاهدينا سلام الله عليكم، أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة الأخيرة. اجتمعت اليوم الهيئة الوطنية للوساطة والحوار برئاسة منسقها كريم يونس وبحضور كل أعضائها بمن فيهم الأعضاء الجدد. وخلال الاجتماع تم تشكيل لجان عمل وتحديد مهامها وأعضائها، وتم استحداث لجنة حكماء تتكون من كل الشخصيات والخبراء الذين وافقوا على الانضمام إلى هذه الهيئة، وهذا كلجنة استشارية تستعين بها الهيئة ولجانها المختلفة في أداء مهامهم. إن الهيئة تغتنم هذه الفرصة لتؤكد تثمينها لكل مبادرات الحوار بمختلف توجهاتها وتركيباتها، والتي سبقت إنشاء الهيئة وكل من بثق عنها من أرضيات ومقترحات لحل الأزمة التي تعيشها البلاد. وتعلن أن كل تلك الأرضيات والمقترحات ستكون ورقات عمل أساسية سوف تسترشد بها الهيئة في إعداد وصياغة المسودة التي ستعكف على إعدادها بعد الاستماع بطبيعة الحال لكل فعاليات المجتمع في الأيام القادمة. وهذا من أجل تقديمها للندوة الوطنية المزمع عقدها بعد انتهاء جولات الحوار. إن الهيئة سوف تعمل كوسيط للتذليل والتقريب بين وجهات نظر مختلف الفواعل أثناء الندوة الوطنية، خصوصا بالنسبة لمشروعي القانون العضوي الخاص بالانتخابات والقانون الخاص بإنشاء السلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات الرئاسية. وقد قررت الهيئة الشروع الفوري في تنظيم جولات الحوار مع كل فواعل المجتمع السياسي والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية. وفي النهاية تعلن الهيئة عن استعدادها التام لاستقبال مختلف مقترحات فواعل الحراك على مستوى كل ولاية من ولايات الوطن. والمواطن بدوره يعلق آمالا كبيرة على حوار يرقى بمصلحة الجزائر فوق كل اعتبار. الحوار هو شاطئ الأمان للشعب الجزائري، لأن من المستحيل الشعب الجزائري يرفض بعضه بعض. لازم في أقرب وقت نسيبوا الحلول، فهمتي كيفاش؟ ما نقعدش ندوروا بلاصه وحده. هذوك هي مصلحه البلاد، هذه دم الشهداء اللي ماتوا عليها اختي. مهما كان كمواطن انا دائما هنا في الحياه كنت دوره شعبيه، بصح ولكن نقبل الحوار ونقبل باش نروح الانتخابات ونقبل باش نخرجوا رئيس يكون كما احنا نازيه ويحكم بلادنا، وهذه بلادنا غادي الله يبارك وعزيز علينا. الحوار الذي ندعو اليه لابد ان يكون حوار شامل وغير مشروط وبدون أي إملاءات من أي سلطة كانت في هذه الدولة. أعتقد أننا هي ملك للجميع ويجب أن يبنيها الجميع، وفي هذه المرحلة بالتحديد يجب أن يساهم الجميع. ما نصل إليه، ما يصل إليه المحاور والمتحاور لا يلغى من طرف أي سلطة كانت. وما نتمناه اليوم هو أن نصل إلى المحطة النهائية
والمحطة النهائية هي محطة الانتخابات. لازم يكون حوار، حوار بناء، ويعني يدي كيما نقولوا يدي الأبعد نقطة اللي هي انتخابات رئاسية باش يكون الدولة رئيس جمهورية. لكن دوك احنا بطينا شوية لسي باتر وطار كومام، لازم لنا شوية عقلانة، ولازم لنا حاجة، لازم ننسوا شوية حقودات عجل لو كان نروحوا فيها هكذا. أنا نقول لك حاجة، دوك واش هم يحكوا بعد الاحصائيات اللي راهم في لي بنك الجزائر راح تدخل ازمه. بيان سور لازم يكون الحوار، الوين بها هكذا نكملوا هكذا، الدعوه راهي غارقه، راهي غارقه، ماذا بهم الحوار؟ حنايا مع الحوار، حنا مع الجزائر، حنا ما نحبوش نخسروا بلادنا، حنا بلادنا لازم تروح للانتخابات وتروح بناس نزهاء شرفاء يحبوا هذا الوطن هذا ونروحوا للانتخابات. لازمنا نروحوا للانتخابات، ما عندناش حل واحد اخر، باسكو لو كنقعدوا هكايا ندخلوا في حيط. يقول لك بلي ما هو ما نروحوش انتخابات كي كانوا هادو، نو الانتخابات لازم يكونوا، اذا ما يكونوش انتخابات ما نروحوش مرحله. حنا الشعب ماهوش حي مرحله، ني مرحله انتقاليه ني مجلس تاسيسي. باسكو سمحوا لي، باسكو الاداره حنا مجلس تاسيسي دخلوا منه ما نخرجوش. اذا كما مرحله انتقاليه فيها خطوره. ما عندنا لا انتماء سياسي لا والو، عندنا حب الوطن والمعلى كما يقولوا المصلحه العليا افونتو مقبل كل حاجه. لازم بلي رابيد للانتخابات، بلي رابيد، رانا روطار بزاف كاع. اعطونا حوار واعطونا انتخابات سريعه. كما ندعو الى التعجيل بوضع كل الاليات التي تعجل بإقامة رئاسيات في جو ديمقراطي يضمن استمرارية الدولة، ويضمن على يضمن من جانب آخر إبقاء الجزائر في مصافها وفي مسارها التاريخي. أنا تدنا المؤسسة العسكرية واش دارت لك؟ هاي حاميتك. دابا تجي من طرف الدنيا لهنا هي راه حاميتك هي، وعليها تروح تسبها وتروح كذا وتروح تخون وكذا، نهضروا صراحة يا أختي. احنا هي المؤسسة العسكرية عندها وظائف نتاعها، عندها الحماية تاع البلاد، عندها الحدود نتاعها. احنا يا رانا مع هذه المؤسسة الأخرى مع الحكومة تاع بدوي ونشوفوا كيفاش نخدموا بلادنا، هذا هو الحل نتاعنا. ودائما في إطار مساعي تجاوز الأزمة التي تعيشها الجزائر، أطلق اليوم منتدى الشباب من أجل الجزائر مبادرة سياسية تمخضت عن عمل تشاوري عبر عدة لقاءات وندوات أسهم فيها شباب من مختلف ولايات الوطن منذ مارس الفارط بهدف تقريب وجهات النظر. منيا أحمد حراش تفصل أكثر. المبادرة خلاصة عمل تشاوري وتحاوري لشباب من مختلف ولايات الوطن تقوم على أساس مبدأ الحوار الوطني الجاد الشامل والجامع الرامي إلى توحيد وتنسيق مطالب الحراك الشعبي السلمي للخروج من الأزمة وفق مسار حوار توافقي يضمن الانتقال السلس المطلوب. إنه من منطلق يقيننا الراسخ بالمساهمة في إنجاح المساعي الوطنية للخروج من الأزمة وإيماننا أن هذه مسؤولية كل أبناء الجزائر، فهذا يتطلب منا جميعا تكثيف الجهود الصادقة وصبها في مصلحة الوطن. الحوار الوطني الجاد الذي يستجيب لمطالب الحراك الشعبي السلمي بكافة مخرجاته التوافقية والملزمة للجميع هو السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة. تثمين المكاسب الثورية للحراك الشعبي السلمي الحضاري وتجسيد مبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء. شباب من مختلف فعاليات الحراك وجمعيات المجتمع المدني والنشطاء والمدونين يسعون في إطار المنتدى ومن خلال لقاءات تشاورية متكررة إلى العمل سويا بهدف الخروج بأرضية ترتكز على مبادئ وخطوات يرونها أساسية لإنجاح مطلب التغيير المنشود. نحن كشباب يجب أن نكون على قدر عالي من المسؤولية، يجب أن نضع جميع الحسابات الضيقة، جميع المصالح الشخصية وحتى الإيديولوجية جانبا، يجب أن نتوجه ونضع نصب أعيننا المصلحة العليا للوطن. هي مبادرة سياسية طرحنا فيها مجموعة من المبادئ، مجموعة من الإجراءات تجديدا لمبدأ الحوار كقيمة حضارية، مبدأ الحوار كقيمة سياسية، مبدأ الحوار كوسيلة
جادة للخروج الجزائر من أزمتها. طبعا الحوار المقصود به احنا بالنسبة لنا هو الحوار الذي يكون بين فعالية المجتمع، بين الشعب، بين الشعب والشعب، بين فعالية المجتمع المدني، بين الأحزاب، بين الشخصية الوطنية، من أجل بلورة رؤية واضحة ومتوافقة لها. نتمنى الخير للبلاد، نتمنى أنه يكون هناك توافق تشارك، نحطوا الجزائر قبل كل شيء، نحطوا الجزائر قبل كل شيء ونقضيوا على الاختلافات. إذا كان هناك ضغوطات نتعاونوا باش نحيوا الضغوطات على بعضنا البعض، نعطيوا فرصة للشخصيات الوطنية دون التشكيك في نزاهتها، دون التشكيك في مصداقيتها، لأنه الشيء اللي يتم ولا راه قاعد يجري دركا ما يزيدنا غير عقبة على عقبة وعرقلة على عرقلة. لزاما علينا أن نلتقي في إطار يجسد الصدق، وذلك من أجل الجزائر لا لأغراض شخصية. الحراك الشعبي السلمي أبهر العالم بسلميته وبعفويته وبإصراره على المضي قدما نحو جزائر أفضل، جزائر اللي تبنى على أسس قوية، أسس العدالة والعدل والحق والقانون فوق الجميع، هي اللي هو اللي خلانا اليوم نجتمع يعني ونحاول نوحد الرؤى تاعنا حتى لا يذهب كل هذا النضال سدى. المبادرة مفتوحة للانضمام والإثراء أمام الجميع، وفي أجندة المنتدى لقاءات محلية وجهوية مبرمجة في انتظار الندوة الوطنية الجامعة تجسيدا لمبدأ الحوار الوطني الشامل. في التعاون البرلماني تشارك الجزائر في المؤتمر السنوي العاشر لرؤساء البرلمانات الإفريقية يومي 6 و7 أوت الجاري بمقر البرلمان الإفريقي بميدراند بجنوب إفريقيا. ويمثل الجزائر في هذا المؤتمر وفد من غرفتي البرلمان يرأسه صالح جوجيل رئيس مجلس الأمة بالنيابة، حيث تعالج هذه الدورة مسألة المهاجرين واللاجئين واستراتيجيات الوقاية من التشريد القسري والوقاية من الصراعات وحلها والتأقلم مع التغيير المناخي في القارة وسبل تجسيد منطقة التبادل الحر في إفريقيا. عين الوزير الأول نور الدين بدوي سالم إيلاس مديرا عاما لتظاهرة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المزمع إجراؤها بوهران في 2021 في طابعتها 19. سالم إيلاس بدأ مشواره في السباحة عام 88 وحاز على العديد من الألقاب العالمية والأولمبية. وفي سياق الاهتمام بانشغالات الشباب، سجل قطاع الشباب والرياضة بالعاصمة مشاريع رياضية جوارية عدة، منها 26 مسبحا. تفصل دلا الماضي. مشاريع إنجاز مسابح على مستوى ولاية الجزائر جاء لتعزيز المرافق الرياضية الجوارية. في المخطط التنموي للولاية 26 مسبح، منهم 12 مسبح في طور الإنجاز من طرف مديرية شباب الرياضة، 3 مسابح تمت المداولة عليهم في إطار صندوق الولائي لتنمية مبادرات الشباب، هم متواجدين بعين بنيان المقرية وباب حسن. ما يقارب 1000 مليار سنتيم من ميزانية الولاية لدعم هذه المشاريع. لدينا برنامج لإنجاز مسبح الشبه الأولمبي في كل بلدية. هذه المشاريع كلها ممولة من ميزانية الولاية وميزانية صندوق مبادرات الشباب والممارسات الرياضية. الهدف منها هو تقريب هذه المنشآت الجوارية لشبابنا، خاصة على مستوى البلديات التي تبعد عن البحر، وهذا من أجل إعطاء فرصة للشباب لممارسة رياضة السباحة. مشاريع جوارية طموحة كإنجاز ملاعب لكرة القدم سيتم إطلاقها لتغطية العجز في المرافق.
مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك، سجلت منظمة حماية المستهلك ارتياحا كبيرا بشأن جودة المشية ووفرتها هذه السنة، والانخفاض في الأسعار مقارنة بالموسم الماضي، خاصة بعد الإجراءات الأخيرة التي اعتمدتها وزارة الفلاحة من تجنيد لمراقبين بيطريين وتوفير لنقاط بيع مرخصة عبر الوطن. تقول كريمة الشمط: ككل سنة تحضيرات حثيثة تباشرها وزارة الفلاحة، ولنجاح أضحى هذا العام تم تعيين نقاط بيع مرخصة للماشية بقرارات ولائية تعدت 1000 نقطة بيع عبر الوطن، مع توجيه الماشية للمدن المستهلكة مرفوقة بشهادات طبية يضمن صحتها 2000 بيطري من القطاع العام إلى جانب 9000 بيطري من القطاع الخاص. بعد تسجيل وفرة في الماشية يقابلها انخفاض سعرها بنحو 10 إلى 15% مقارنة بالعام الماضي حسب الوزارة. كاين يعني وفرة كبيرة للأضاحي، والتقارير اللي جاتنا من البياطرة اللي راهم يتبعوا هذه نقاط البيع يعني صحة الأضحيات يعني راهي لا بأس. أيام العيد ستكون هناك يعني مداومات بيطرية على مستوى كل البلديات والمذابح والمسالخ المتواجدة عبر الوطن. وبين الوفرة الثمن وسلامة الأضاحي، معادلة تشجيع الموال على ممارسة نشاطه من خلال نقاط بيع بالمدن الكبرى قد لا تتوفر بعضها على شروط البيع، ومنها ما هو فوضوي على غرار العاصمة. إن لم يتم أخذ بعين الاعتبار متطلبات الموالين والمتمثلة في وسع المساحات التي لا بد أن تكون حتى يضع الماشية تاعها وحدة في توفير على الأقل بعض اللوازم كالمياه أو حتى بعض المراحيض إلى غير ذلك في توفير الأمن، هذه النقاط لن تجدي نفعا ولن تشجع الموال على القدوم إليها. لتبقى الجهود متواصلة لنجاح أضحى 2019 من خلال إنشاء أيام تحسيسية ومضات إشهارية خاصة بعمليات الذبح وتخزين اللحوم، كما تضع المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك الرقم 33-11 تحت تصرف المواطنين أمام أي إشكال ابتداء من ثاني أيام العيد. وحماية الصحة العمومية مرهون إلى حد ما بمدى سلامة المشية ومدى التنظيم على مستوى نقاط البيع المرخصة، وعليه تجوب فرق بيطرية مختلف هذه النقاط بالعاصمة لمعاينة المواشي ومراقبة الشهادات الطبية للموالين القادمين من خارج الولاية. فوزيتاج: عبر 128 نقطة بيع للماشية بولاية الجزائر وتحت مراقبة 134 طبيبا بيطريا يتم معاينة رؤوس الماشية وفحصها قبل عرضها للبيع. يتم معاينة الماشية بحد ذاتها فيما يخص يعني الهيئة تاعها، ولا ما فيهاش أعراض، ولا كما نقولوا احنا بالك كسرة في أرجل، ولا نقولوا قال بالك يعني أضاحي اللي راهم يعانوا مشاكل تغذية، يقول احنا حيوان اللي يقعد نهار كامل هو قاعد ما يبوجيش ما يزغلش، يعني احنا بالك فيه مشكل. لاحظنا هذه السنة ما فيش أمراض تذكر حقيقة، أن الماشية اللي جات في هذه المناطق هي ماشية تعتبر صحيا ذات جودة، ونظن أن المربين هما هنا في هذه المناطق هما مراقبين صحيين يوميين. إجراءات احترازية قامت بها مصالح الفلاحة لولاية الجزائر للموالين القادمين من الولايات المجاورة لسلامة الماشية. جاي من ولاية يرت بلدية سيد الحسني، جايب المال تاعي لهنايا باش نرفدوا المال تاعنا من هنايا، اوبليجي يخرج لنا البيطاري يشوف لنا المال تاعنا يعطينا لو سيرتيفيكا تاعنا حنايا باش ننتقلوا بها. الولايات اللي شاركت في العمليه واللي جاتنا من خاصه ولايه الجلفه مسيله وتيارت كاين فيه مراقبه صحيه، اي ان كل الماشيه اللي تجي من هذه الولايات هي مرفقه بشهادات طبيه.
هذا وقد وضعت مصالح الفلاحة في نقاط ذبح الأضاحي بياطرة وفرق مداومة للإرشاد وتحسيس المواطنين خاصة في بعض الأمراض كالكيس المائي. دعت سلطة ضبط السمعي البصري في بيان لها وسائل الإعلام ومختلف الوسائط خصوصا البصرية إلى التحلي بالمهنية والاحترافية في تغطياتها الإعلامية لمناسبة عيد الأضحى وتفادي عرض المشاهد التي من شأنها المساس بحرمة هذا العيد وتشويه صورة الدين الإسلامي الحنيف. وفي العالم مختصرات دولية جمعتها لكم نبيلة فراجي. رحبت قطاعات شعبية واسعة وفعاليات سياسية محلية بالإعلان الذي تم التوصل إليه بين المجلس العسكري وقادة المعارضة بشأن نص الوثيقة الدستورية التي تمهد الطريق لتشكيل حكومة انتقالية. دعت الحكومة البريطانية برئاسة بوريس جونسون قادة الاتحاد الأوروبي إلى قبول إعادة التفاوض على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد بعد الانتخابات التي أعادت تشكيل البرلمان الأوروبي. جونسون طالب الاتحاد الأوروبي بالعودة إلى المفاوضات على بنود رئيسة في الاتفاق الذي تم إبرامه العام الماضي مع تيريزا ماي. في الولايات المتحدة تلقى 9 أشخاص مصرعهم في حادث إطلاق ناري جديد بولاية أوهايو، فيما أصيب عدد آخر بجروح بعد إطلاق النار على 12 شخصا. ويأتي هذا الحادث بعد أقل من يوم على إطلاق نار في مدينة إلباسو بولاية تكساس أدى إلى مقتل 20 شخصا وإصابة 26. ونختم أخبارنا بزيارة استكشافية إلى المعلم التاريخي قصر الرماضين بتندوف، حيث للموقع حكاية مع أهل العلم والإشعاع الحضاري. ودليلنا في الرحلة وهبة دنداني. حي الرمادين العتيق أو دويرية أهل العبد من أعرق الأحياء بمدينة تندوف ومن أشهر قصورها. الحي عرف منذ القدم بكونه مركزا هاما لحفظ المخطوطات. دويرية أهل العبد بحي الرمادين التي ضمت آلاف الوثائق والمخطوطات النفيسة التي يعني تطرقت للفترة الزمنية في القرن 19، والتي كانت تعتبر مصدرا نحو كتابة تاريخ الثقافي والاجتماعي والاقتصادي لهذه المدينة الطيبة المغلة في أعماق صحرائنا الجزائر. كان يرتادها العلماء والتجار وطلبة العلم والساسة وغيرهم. فنعطي مثال على ذلك، استقر بهذه الدار كما أشرت في الكثير من المنابر العلمية سابقا العلامة محمد يحيى بن محمد المختار الولاتي الشنقيطي صاحب 100 تأليف، والذي رصد في حقه كتاب سمي بعالم الصحراء. الدكتور بارك الله حبيب الجكني باحث متخصص في علم المخطوطات وتحقيق النصوص، له دراية معمقة بمخطوطات المنطقة. تشمل جميع فنون العلوم ومختلف المعارف، السياسة الشرعية، تاريخ، أصول الفقه، علم التفسير، يعني الفتاوى والنوازل التي كانت يعني مصدرها هذه المدينة. وأغلب هذه المخطوطات خطت بأنامل وأقلام علماء المدينة من أمثال محمد المختار بن نعم الجكاني وغيره من العلماء الذين يعني كان لهم الفضل في رسم هذه المادة التي تؤهل الباحث لكتابة تاريخ المنطقة الثقافي والاجتماعي والاقتصادي من مختلف نواحيه. مخطوطات تندوف تعتبر من أهم روافد التراث الوطني الذي حفظ لنا ذاكرة وتاريخ منطقة عريقة في أقصى الجنوب الغربي الجزائري. ختام النشرة، هذه الأخبار وأخرى تجدونها على مواقعنا على شبكة الإنترنت. شكرا لكم على كرم الإصغاء وليلة سعيدة.